هناك من اقترح أن يكون هناك تجديد لرئاسة الثلاث، إذا كان هناك تجديد لأحد الرئاسات في مجلس النواب أو كذلك رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء، فهذه الخلافات وهذه الاختلافات المتواجدة أنا أعتقد ستؤدي بنا إلى تأخير في اختيار شخصية لرئاسة الوزراء وهي الأهم، وكذلك الشخصيات الباقية. لا أعتقد سيكون هناك وقت كافي بهذا الشأن نتيجة الالتزام بالتوقيتات الدستورية، لكن هذه الزيارات، نرجع إلى هذه الزيارات المتواجدة، زيارات مكوكية لا أعتقد بها نتيجة. خلال الأيام المقبلة أيضا سيجلس الإطار التنسيقي مع التيار الصدري للخروج بشيء معين، أعتقد خلال اليومين المقبلين، وأعتقد أنه سيكون هناك توافق على شخصية من قبل الإطار والتيار، وهذا ما نريد نحن في الحكمة وأبلغنا الجميع به على عدم مشاركتنا في الحكومة المقبلة وفي مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، ولكن أبلغنا الجميع بأننا نريد أن يكون هناك توافق ما بين التيار الصدري ما بين الإطار التنسيقي، هذا كجانب بيت شيعي، وأيضا هناك توافق ما بين الكتل السياسية الباقية سواء كان التقدم والعزم أو الاتحاد الكردستاني أو الديمقراطي الكردستاني على اختيار شخصيات ذات نفع إيجابي للشارع العراقي. المرحلة المقبلة هي مرحلة صعبة، ليست مرحلة سهلة، هناك تحديات أمنية كبيرة، هناك تحديات غيرها متواجدة في جانب الاقتصاد، في جانب النفط، في جانب أخرى موجودة في داخل المجتمع العراقي، يتطلب شخصيات قوية لهذه الرئاسات الثلاث.